اكو شخص يحب بنية حب حقيقي، فهذا الحب يعني حب ما بعد حب. فالبنية تزوجت وراحت الطريق خادي، فاعتزل عن الناس واعتزل عن أصدقائه وعاش بينه وبين نفسه فقط هو وروحه. فبعد 6 أشهر تقريبا خابر أحد أصدقائه يعتب عليه، قال لكو فواتح صارت هسه الأعراس ما تروح لها، بس الفواتح ما ترها مواجب تروح لها والناس تحترمك وتعرفك ومواجبتك فلازم تروح. فبقى يبرر له إلى أن قعد بينه وبين نفسه، فكتب شيء للي سبب بهاي معاناته، قال له من فرقتك ما روح للواجبوني، أهل الفواتح كون هم اللي يجوني، كانت الدودة تفوت واسمع مشيها، هسه الجقارة تطيح ما أدري بيها، مو بيدي من زفية حنتج للجفوف، كثر المحن عليك ودتني زافوف، بصفحاي تنطر صوت صار 4 شهور بلشن تقع بالروح جلمة من الفطور، من الطيفة مسفزية وانت على بالي، ومو يم وجهك كان وجههم جهالي. معقولة كل ذيك الأيام وناسية؟ معقولة كل ذيك الأيام وناسية؟ أيام كلش متربة وأيام تشقص صافية، آخش كثر بي ألم يا ريت لو ما شايفت، حتى السلام ومن بعد تستكثري بشفايفت، آخش كثر بي ألم يا ريت لو ما شايفت، ما شايفت حتى السلام ومن بعد تستكثري بشفايفت، ما ردت أتقرب إلك ووجه بوجه تلقيني، الشيء بتارسني ترس صعبة بعد كل المضى بهالمنظر تشوفيني، كل القصايد ذيك لك والجاية والرايحة، والله عرفتك يمهلت قلبي لتمن البارحة،